So, yeah, نحكيو على الفاكولتي دو ميديسين. Yes. يس اوكي، دونك قلت لي سالتني قبل علاش معناها حبيت الميديسين في حد ذاتها. نحكي شويه على التجربه بتاعي انا من ساعتين، معناها من العباد اللي عرفت اللي معناها من قبل من هم صغار حاطين في مخهم حاجه وقعدت معاهم، عرفت مش من انا صغير صغير، من ساعتين معناها من انا في الكوليج. نتذكرها البروف، نتذكرها حتى بالاسم، معناها تقلي في الماتيغ اللي هي الاس بي دي، معناها تقلي بطريقه انها تغرمك في الماتيغ بتاعها وياسر حبيت الماتيغ وقتها، علوم ما شنو كانت اسمها، حاسيلو علوم علوم حيوان او طبيعية، حاجه، علوم طبيعية حتى صح؟ حاسيلو ياسر حبيتها الماتيغ، فيش معناها قاعده تفسر فيها وكل، دونك حسيت روحي معناها انترستد بالحكايه هذيك، حبيت معناها السيونس. وبمرور السنين وكل شيء ولات عندي في داخلي اني حاجه بيوت معناها معينه في الدنيا هذه، اني نحب نعاون لماكسيموم تاع عباد رسمي، نحب نشارك في برشا معناها في برشا خير، في برشا معناها جمعيات، في برشا تشاريتي وكل شيء، اني نعاون لماكسيموم تاع عباد، فما حتى يعملوا دي كومباني يمشيوا لبلاد معينه يعاونوا فور فري ويداويوا فور فري، دونك وديما كنت نتبعهم الحكايات هذوما على السوشيال ميديا ديما يعاونوكم وكل، دونك لا اي واز لايك انترستد على الاخر. وحتى معناها خدمه الطبيب في حد ذاتها كانت ياسر ياسر معناها في مخي، وكنت نتفرج في لي سيري فاز معناها نقول سيري Grey's فاز على التوجيه. Anatomy تعرف ذكرتني خاطر انا كنت كيفك بالضبط، دكتور هاوس كان ماي انسبيريشن، تعرفوا دكتور هاوس؟ Yes. Yes. So Yes. I really wanted to do الميدسين، اما في الاخر سلمت ما كملتش كيفك، دونك يعطيك الصحة. انا وقت اللي نشجعك باش تفرج عليه، هما سيغين نشجعك باش تفرج عليه، اسمها نيو امستردام، ياسر محلاها. نيو امستردام، ما اوكي شنو سمعت بها؟ ذول اللي سمعت بها، ما في باليش فيها، ما في باليش بها حاجة عن الميديسين وكل شيء. I'll check it out. ديجا هو معناه نيو امستردام، سميتها في امستردام، حاسس كيما شبه جريز اناتومي. دونك فوالا، اما الاهم لوبجيكتيف نتاعي اني انا كيما قلت لك معناها تغنت معناها القرايه في حد ذاتها، اني نقرا الميديسين كسيونس معناها كعلم في حد ذاته، مش فقط اني نطلع طبيب وكل، معناها كنت يس مهتم بجسم الانسان في حد ذاته، نحب بالقراءة معناها هذيك. نعرف معناها نعرف كل التفاصيل تاع التفاصيل اللي يدوروا وعلاش نعملوا هكا، علاش يصير لي رياكسيون هذوما، وكي نتجرح وكي نضرب، حاسيلو كنت ياسر مهم بالحاجه هذيك، ونعمل جو كي نقرا السيونس نعمل جو، كنت نكره زاد المات حاجه هذي مش معناها مشترك بجنات سيونس، نكره مشيت المات. إزيم، مشيت إزيم تكره المات. يس نكره المات، وعملت الباك وسعت بيه لو ماكسيموم اني باش نفهمه وفهمته، وجايو ديسيت 75 في المات، يس اكثر من سيونس في حد ذاته، هو حد سيونس عملت غلطه في الباك هيك علاش تحت حاسينه، دونك اما مانيش خايف فيه معناها نكرو اما باهي فيه، عرفت أما جوست ما تحبوش، انتم جزء ما تحبوش، دونك ما انت نقدرش اي حتى نشوف حكايتي معناها نتصور روحي ما نعرفش صحيح يحل المخ وكلها من بعد في خدمه في حاجه it's okay ما each فهمتش. person each person is different like كل واحد يحب. دونك باهي انت توا باز like how did it feel كي تقبلت فرحت باز يس فرحة كبيرة كبيرة على الأخر، من أكثر 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 من فرحة اللي هي معناها الساتيسفاكسيون والراحة الذاتية بالرسمي، إنك تكون معناها سي بون أخذت معناها عميل معناها باك وبيو وكل، وأنت ما تعرفش روحك اسكو باش تنجح اسكو باش تمشي الحاجة اللي أنت تحب عليها، ماكش معناها أورينتي بالكدا، فهمت دونك معناها تهنى على روحك سي بون سعيد تقبلت، تحس بك راحت ما عادش تخمم ما عادش تبيت تحلم حسيلو. هذا كان علاش اخترت الميديسين، على خاطر اني نحبها، على خاطر اني مغروم بها، نحب الماتيير في حد ذاتها، ونحب نطلع طبيب فوالا، ونحب نعاول برشا 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 عباد، ان وكذا شاء الله علاش يا اخترت الميديسين ان شاء الله. ليه ايش كان العام الاولاني؟ استنى العام انت الاولاني مزبط، انت انا مازلت مزبط نجحت في في الغيو، تونس. يس مازلت نجحت في الغيو، شيت كارنيش قسمت الفيديو هكا في سيلس. بعدها ها
بعد عندي معناها ايدي على الباركور تاع الميديسين وشنو الفرق بين معناها بون شنو الفرق بين الفاكولتي تاع تونس والفاكولتي الاخرين. معناها عندي فكره كبيره كبيره على الاخر. نتزوج به معناتها يا جماعه الانسان هذا عمل الريشيرش بتاعه ينصحكم ومن بعد يحكي لنا على الريوم بتاعه فما حتى مشكل به احكي لنا على ها؟ جست بقول حاجه صغيره معناها اني انا عم ناول في البوم نفس البريود هذه كنت واحد من اللي يتفرجوا فينا معناها تو كنت في بلاصه واحد من اللي يتفرجوا فينا تو كنت على انت مع الفيديو كنت لايف انت ونور اسلام وقتها هي ديجا سيده نشحت في الغنو ومشيت اف ام تي قعدت نتفرج فيه وقتها نتذكر الدات بالضبط خاطر الدات 25 جويي وقتها نتفرج فيه في الليل نتفرج في الفيديو ومعناها ومعناها سمعت حكيت وكل شيء وخذيت اكثر معلومات على الغيوب وكل شيء بيان سور بعد الزواج انا الكل معناها كانت هذيك اسبيراسيون معناها الفيديو بتاعك وقلت عام جاي ان شاء الله كان ننجح في الغيو نمشي نحكي مع سارة ونقولها نحب نعمل معك إيزيس كتابي واللي عملته هنا دونك نتمنى منكم الكل تنجحوا في اليوتيوب وتعملوا لايف عم جاي مع سارة فلا إن شاء الله نستنى نحكي هذاك البيوت منهم الفيديو هذاك البيوت منهم الفيديوهات هذوما الكل باش اي عبد يتشجع باش يعمل حاجه خاطر يصير في اي كونكور فما غلط فما مشاكل معناتها سا ديفيني با الفالور نتاع الانسان دونك تنجم تعمل اللي تحب احكي لنا على الفاك يا سيدي احكي لنا على السيستيم كيفاش شنو قراو وهذاك الكل نحكي على فهمتي يا اي اي اللي فهمتي نبداو باللي فهمتي من بعد نسالك شنو هي الديفيرونس ما بين الاخرين دونك فاكولتي دو ميدسين دو تونس موجوده في باب سعدون وين الرابطه وكل شيء دونك فيك سعده هذيك ما عادش كتعرف في البلاصه نعرفها دونك فوالا دونك الباركور نتاع الميدسين فما معلومه جديده مازلت سمعت بها اثناء عام اما ما نعرفش اسكو سيغ ولا لا اللي هما زادوا عام في الفورماسيون نتاع الميدسين اما ابارامون سيغ الحكايه يس دونك زادوا ولا 10 سنين توا مسكرين كانوا 9 قبل توا ولا 10 متشرفين فيكم والله خلينا نحكي توا بشويه بشويه دونك الميديسين تتقسم على 3 سيكل بروميي سيكل دوزيام سيكل وثوازيام سيكل هو سبيسياليتي دونك من الاول 5 ans فيهم البروميي سيكل والدوزيام سيكل لو بروميي سيكل هما البروميير اني والدوزيام اني يقريو في معناها نقراو فيهم تو سكي معناها اللي بدا الانسان بصفه عامه لي رياكسيون اللي يصيروا فيه كل معناها سيستم شنو ما يصيروا فيه كل معناها كل شيء اما معناها من غير حتى مرض من غير حتى في العادي معناها كيفاش يخدم كيفاش في النورمال معناها هو صحيح هذا بروميير اني والدوزيام اني وعندنا ستاج دي تي يتعدى الشهر في الصيف اوبليغاتوارمون باش تتعدى من البروميير للدوزيام ومن الدوزيام للتخوازيام هذا ستاج شهر في الصيف دونك هذا البروميير سيكل نقراو فيه على البدن تاع الانسان وهو في حاله معناها جيده صحيه ومن بعد تخوازيام سيكل اللي هما تخوازيام اني والكاتخيام اني والسانكيام اني نبداو نقراو او ميم طون نعملو في دي ستاج صباح نوليو نعملو دي ستاج صباح في السبيطار وبعد نقراو في الكور معناها كور في العشيه في تخوازيام سيكل قلت في تخوازيام سيكل في الدوزيام سيكل نقراو على بدن الانسان مي معهم لي باثولوجي والاعراض نتاع الامراض وكيفاش يتداوي وكل شيء دونك يتعاملوا دونك التوازيام والكاتخيام والسانكيام ستاج تصبح في السبيطار ومن بعد كورات في العشيه كي تنجح في السانكيام اني تاع الميدسين تنجح في جوان تطلع بون في جوان جويليه تطلع الريزولتا من جوان حتى كشي ديسمبر هذيك 6 شهور بيريود دو ريفيزيون للكونكور دو سبيسياليتي كونكور دو سبيسياليتي اللي من بعد باش تعمل تنجح فيه باش تعمل التخصص بتاعك بي فما حاجة ما لنا باش نقولها انه قبل عامين ولا 3 سنين التالي كان الكونكور هذايا نتاع سبيسياليتي ريزيدانا ماهوش اوبليغاتوار معناها تخرج تقرا 5 سنين تتخرج ميدسان جينيراليست معناها وتاخذ شهاده تنجم تحل كابيني وتقول سي بون يزي خديت بلاك ميدسين و سي بون باش نمشي نحل معناها كابيني وتطلع جينيراليست وكهو اما توا لا توا ما عادش تنجم تقرا 5 سنين وتوقف الكونكور هو اوبليغاتوارمون والميدسان جينيراليست ولات سبيسياليتي في الميدسين بحد ذاتها ولات اسمها ميدسان دو فامي معناتها تقرا ك سبيسياليتي
دونك في ديسمبر يتعدى الكونكور دو سبيسياليتي، وبعد تولي انترن تخدم معناها في السبيطار، تقعد تستنى حتى تكشف تطلع الريزلتا نتاعك في جويليا ولا جوان ما عادش حاسيلو في العام اللي بعد. دونك هذاك العام باش تعديه انت في السبيطار استاجيت وكل شيء، وبعد ديبي دو سبتمبر تاع العام اللي بعد تولي كان معناها نجحت في الكونكور تاع السبيسياليتي نتاعك، ومن وقتها يبدا تخوازيام سيكل اللي هو بعد ال5 سنين. وتخوازيام سيكل ينجم يكون 3 سنين كان انت تختار انك تعمل ميدسان دو فامي اللي كان تقبل الميدسان جينيراليست وتتخرج، معناها تاخذ شهادتك وتتخرج طب عام، والا 4 ans كانك انت باش تعمل اون سبيسياليتي ميديكال، سينو 5 ans دو سبيسياليتي كانك انت باش تعمل سبيسياليتي شيرجيكال معناها جراحه. دونك يا اما 3 سنين يا اما 4 سنين يا اما 5 سنين. اما ابارتيغ من الدوزيام اني نتاع تخوازيام سيكل معناها بعد 8 سنين من الباك عندك وقتها الحق انك تعمل، معناها انك تعمل معناها التيز نتاعك وتاخذ الدبلوم نتاعك وكل شيء. دونك باش تاخذ شهاده بعد 8 سنين من الباك ابارتيغ من العام الثامن من بعد. دونك أما هذوما توا غير باريلمون الباكور. أما مازال ما فسروش شنو باش يتزاد العام هذاك، معناتها شنو باش يكون؟ ال10 سنين الكل في الكل معناتها سبيسياليتي زاد عام في سبيسياليتي. اما وانت تقرا في سبيسياليتي معناها ابارتيغ من دوزيام اني تنجم تاخذ الدبلوم نتاعك، اما تكمل تقرا بيان سور أيه تنجم تاخذ معناها من العام الثاني الدبلوم. أوكي باهي، هذا الكورسوس نتاع كيفاش طبيب يتخرج في الآخر وكل شيء. نجمش تفسر لنا، خاطر فما عباد يحكيو على كيلكو ديفيرونس ما بين لي فاك، خاصة سمعت فما ديفيرونس كبيرة على ميديسين سوسة وعلى الفازة اللي قريو في الانجلي. كان تعرف عندك فكرة؟ مانيش متهبتة كان عندك فكرة باهية ولا الفرق بين الاف ام بي والاف ام اس انه نحن سيستم معناها سيمستر، هما لا هما سيستم تريمستر، معناها هما يعديوا بالثلاثيه نحن بالسداسيه. نحن نعديوا ماتين معناها لي زيكزامان، نعديوا لي زيكزامان في جانفي وفي ماي، هما يعديوا 3 مرات معناها هما نظام ثلاثي ونحن نظام سداسي. وهما عندهم زاده دي كونترول كونتينيو دي دي اس وسط العام ابار لي زيكزامان، فهمت معناها احنا نعاديو كانش لي زيكزامان في اخر معناها كل سيمستر، هما زاد عندهم دي دي اس وسط العام وعندهم دي زيكزامان اخر العام، دونك النوت تتقسم على برشا حاجات، فهمت ايه هو الفرق بين هذا الفرق الكبير. هو فما كان سوسة وتونس، مش فما سوسة فما تونس فما مستير فما سفاقس أربعة اي فاكولتي دي ميديسين ومستير وسفاقس كيما شكون؟ كيف كيف كيما تونس نظام سداسي كان سوسة ديفيرونت معناها نظام ثلاثي يس. اوكي و مي فما في ميديسين مستير وسوسة جوست الفرق في السيستيم معناها في نظام القراية والماتيير وكل، اما معناها التعديه وكل نظام سداسي اما جوست معناها الماتيير يفرق يفرقوا معناها شوية. أوكي وعندنا فازة زاد خاصة بالميديسين بتاع تونس إذا أريد كنت نحكي نقول لك توا. احنا اللي نوت بتاعنا احنا نقراو معناها باغ تيم، تيم أ من البخومييغ أني نقراو من تيم أ حتكشي لتيم نوف، دوزيام أني نقراو من تيم نوف وتيم حتكشي لتيم دي سيت، وعندنا معناها اللي نوت بتاعنا بلوس وبيلي موا، عشان كان سمعت بها الفازة بتاع ميديسين تونس بلوس وبيلي موا مش كيما لي فاكولتي الأخرين. ديما فسر لهم، فسر لهم ديما التفسير به. احنا شو كيفاش معناها البلوس والموان؟ ونقولوا الماتي معناها التيم اللي باش تعدي مثلا تيم ا نوتي على 20، كي انت تجيب 10 معناها جبت صفر، مش معناها جبت صفر معناها جبت صفر على شيء، معناها من 20 انت تجيب 10 جيب معناها عندك صفر، كان جبت 12 عندك بلوس 2، كان جبت 8 عندك موان 2. اونفان معناها اونفان كونت وكل معناها كل تيم على قديش، مثلا فما دي تيم نوتي على 40، كي تجيب 20 معناها جبت كي تجيب 24 عندك بلوس 4، كي تجيب 15 عندك موان 5، كي باش تنجح يلزمك في التوتال عندك يا اما دي بلوس والا نوتر. منطقي ما نعرفش كان فهمت الفازة كيفاش. نو فهمتك، انا ما فهمتش عليه يعملوا هكا لايك واي. فما حاجة أخرى والنوت إليميناتواغ نتاعنا هي 30% معناها كان 20 معناها نوت إليميناتواغ 6،
الوغ كو في الميدسين نتاع الستير 8. فهمت؟ عندي صاحبتي تحت كنترول لي نوت بتاعها معناها اللي هما طيحوها كلهم 7.5 7.5 معناها كانت تقرا في الفيفتي هي ما تحتش كنترول. Donc ça dépend من ça. OK. ça dépend من الفاك وكيفاش. دونك عندي هذه سؤال الفاك. ليك. وي. الانفورماسيون هذه الكل كيفاش تلقاها؟ الفورماسيون هذه الكل جانا نصح اي عبد معناها ديما باش يقدم على حاجه انه يسال عباد ديجا قراو في اللي فاك هذوما يتقراو ويجاوبوك. بالعكس ما تقولش عبد ما نعرفوش وما جاوبنيش وباش يطفيني وكل. بالعكس راهم يجاوبوكم ويكونوا ياسر محلاهم. بالعكس معليش في عباد يسالوهم على الفاك نتاعهم. دونك تو سامبلومون تمشيو لعباد يقراو في الفاك نتاعكم والا تعرفوهم والا ما تعرفوهمش هما يجاوبوكم. جابوكم بكل صدر حب معناها. وكيفاش لقيتهم العباد اللي ما تعرفهم؟ بالنسبة للعباد اللي ما نعرفهمش يعرف عباد نعرفهم. دونك اه معناتها طبعا في كونيكسيون اه زامي اون كومون. دونك دونك فوالا سيتي كوم سا انت فريمون دي كونيسونس معناتها مش ما لقيتش لانفورماسيون اون ليني ولا حاجه سي با بوسيبل باش تلقى لانفورماسيون وهكاك تطور معناها سخيف معناها حتى تسأل عبد يعطيك اكثر ديتاي. فهمت معناها هو اوكي بالاكسبيرينس نتاعنا حتى مثلا في الدواء انا قاعد معناها حكيت مع شكون وكل في الفاكولتي حتى ميم يعطيك منين تشري الكتب واسم تشري الكتاب هذا ما تشريش الكتاب هذا وشنو الفرق بيناتهم. لو انك تسال حد جا قرا فيها الفاكولتي هذيك دونك خير معناها يعطيك بيان سور باش يعطيك معناها بالاكسبيرينس نتاعه هو بليتو هكا انت تسال معناها زوز ثلاثه ومن بعد تسأل برشا عباد جيت نقول لك معناها خليك تسأل عبد بركة اتس بايست معناتها عندك فيزيون واحدة دونك لازم الواحد باش يعطيك معناها باش يعطيك حسب اللي هو كيفاش معناها يفوا لي شوز. كيف كيف اكزاكتومون حتى حتى في الاورينتاسيون زي ذكر في شهر مع جويليا بس مش هذا ذكر تعبت فيها على الاخر خاطر معناها لوشت برشا على فاك وسالت برشا عباد ميم حتى قابلت عباد معناها مش جوست يحكيوا لي على الفاك ويحكيوا لي على الاكسبيرينس دي غيوب وكل شيء. اه this is so tight. This is why وجهني exists. ان شاء الله يا ربي نزيد نكبرها على حكايه وتولي سونتر دانفورماسيون على التوجيه في تونس خاطر تقراها. خاطر يا سارة انت تخرج من الباك ويجي يسخطوك طول بالك الليفل هذاك نتاع الاورينتاسيون ما تفهم حتى شيء لا تفهم ايش معناها. 62 صفحه فلا ما تفهمش معناها ما تفهمش شنو معناها معناها ليسونس ما تفهمش معناها ماستير شنو معناها هذه تكمل فيها وهذه ما تنجمش وهذه كيفاش شنو معناها سكور حسيت هي برشا حاجات وما فهميش بالرسمي ما فهميش كل عبد اللي فسر لك معناها. صحيح يعمل بعض ساعات ندوات وكل شيء أو مش في البحث الكل ومش معناها سيو باش تصنع بيها. فهمت عرفت كل اللي طايش هكا كيكا في بحال غارق وانت عم وحدك صافي. خاطر هي نورمالمون كل ساعة على الأقل عنده واحد بتاع توجيه logically speaking انا but مثلا yeah. جيت هنا الباك دخلت هنا الباك بتاعي وقتها بيريود نزلت كورونا في الصيف ودونك ما عملنا حتى شيء معناها حتى وقتها سيتي كورونا وكل دونك سي امبوسيبل باش تصير حاجه. باهي ان شاء الله يا ربي يا جماعه اذا باش يصير تغيير فان شاء الله يا ربي بلوبس اكاديمي تونس نعملوه نردوه الصوت الناس كل تعاونوا بعضها على التوجيه هكايا بالانفورماسيون كيما هكا ان شاء الله. باهي تعرفش عندك شي فكره على فاست ميدسين سوسه الفاست لونجلي؟ مش ف... معناها مش فكرة كبيرة ما سمعت بها الحكاية فما عبيت انها بل الونيفرسيتي بتاع هارفرد اختارت مش كان بتاع بون مش هذه ما عنديش حتى علاقة بيه. خلينا نبدا لك بالفاست لونجلي ما عنديش عليها ياسر معناها معلومات مي نجم تقرا معناها ميدسين باللونجلي في موجودة كان في ميدسين سوسة اما اكثر ديتاي الحق ما عنديش منها ما عنديش معناها. كان عندك اي عبد يقرا في ميدسين سوسا ليت مي نو. اما فاست هارفرد زاده سمعت بها ما نحبش ندخلوا فيها بار ديتاي نمشيوش نعطيو معلومه غلطه ما سمعت اللي اختاروا كيلكو ما زيليف من خاطر ميدسين سوسا يقراو بالانجلي. جوست حابب نقول لك اللي فاست هارفرد مش كان معناها ميدسين سوسه هم اختاروا 200 ايديتوم اللي فاكولتي معناها 200 لونين تاع الميدسين كل فاك خذاو ما نعرفش مش قداش معناها مش بتعرف كان انت تخيلها خصوصا كهو لا لا موجوده لا مش كان في الكات ميدسين بتاع تونس. كهو يا جماعة ما تخموش اللي هي بتاع سوسة كهو أما يضل العبيد ربطها بسوسة خاطر لونجليرا بيه
فهمنا السيستم، فهمنا فازيتاتكم الكل. للناس اللي تحب تعرف أكثر، معاش أنا مش نسألك، أما سينو كان يحبوا يعرفوا أكثر على أمور les activités ou ce que معناتها la vie universitaire. On a zéro d'autres vidéos معناتها عشان يحكيوا في الموضوع هذايا. معاش انت if you still didn't experience it I don't know معناتها كان تعرف ولا لا. في تونس ولا في مستير؟ في تونس نحن نحكيو على وين مش تمشي معناتها la vie universitaire. still looking for house الحقيقة توا معناها بارغ الانترنت ولازمني نهبط نشوف معناها اما اللي نعرفوا البلايص اللي يكونوا فيهم معناها في تونس اللي هما معناها فان مارس وبردو وفما اسمها برج الوزاره حاجه هناك اظن السيف معناها انه يكونوا فيهم جماعه الميدسين بصفه خاصه وفما بلايص اخرى دونك جايكم عام توا قاعدين لمش دونك للي يحب يعرف اكثر دي ديتاي على لافي يونيفرسيتير باش تفهموا اكثر على فما دي جروب دو كولوكاسيون معناها في تنجم تهبط معناها تهبط على فيسبوك ولا فما دي جروب فما جروب حتى اسمه كولوكاسيون اف ام تي معناها تنتهبط فيه معناها كولوكاسيون وي بوبليكاسيون وكان معناها فما حد زاد يلاوش كيف دونك تنجموا Like, sinon, je ne sais pas si tu as Rio. Donc, l'FMT, bon, normalement, il y a un peu de temps à faire des choses, mais il y a des choses qui sont très importantes. Il y a une vingtaine de choses qui sont très importantes. Il y a معناها اما مش وي يس اما مش بالضروره يكونوا اللي معناها ال 20 من الاول معناها فهمت دونك يجم بون يجم واحد جاي مثلا جاي الرابع وما يحبش يمشي معناها او ما ينجمش يمشي دونك فهمت معناها صحيح يهزوا فان اما مش بالضروره اللي بان بروميي يجم يعمل دي ستاج دي تي برا سينو زايده اسكو الاولويه تبدا بالاولانيين ومن بعد اللي تولي كيما معناتها واحد ما مشاش يختاروا اللي بعده حاجه هكاك اوكي Yes. Yes, فما كلوب اسمه اسوسيامنت في الميديسين ابار معناها الفرق ابار اللي فا تلزم الفرق هو زاد يبعث دي يسميو معناها سيستم ايشانج يتسمى دونك تنجم تمشي تعمل زاد دي ستاج دي تي في بلاد معناها في الفرق حاج تونس وتدخل فيها زاد معناها الغام تاعك انت وال قداش انت اكتف في الكلوب هذاك عم يهزوا ظهري في حكاية 50 واحد من الكلوب يعني أبار اللي هي الأبار اللي يهزوا من الفرق دونك فما أوبورتينيتي وهذه معناها حاجة ليست محلية فهمت دونك هذه فكرة عامة اللي عندك إن شاء الله أنت بيدك تمشي تولي أكتيف وتعملهم الكل ندخلوا توا في اللي ديتاي تاع قصة الغيو